لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الخبير السياسي والعسكري أديب العليوي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. كيف تفسر تصعيد النظام والحليف الروسي في الشمال الغربي والذي خلف سقوط عشرات الضحايا؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. مساء. يعني ما يفعله النظام الروسي هذا منذ البداية هو جاء لنصرة المجرم بشار الأسد، وقد يعني استطاع أن ينقذه من السقوط منذ دخوله في 2015، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيستمر في دعم بشار الأسد، ولكن هذا يعني الملف الحقيقة الشائك الذي تتداخل فيه المصالح الدولية على الأرض السورية، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إسرائيل، هناك الدول المعنية أيضا تركيا وإيران وغيرها، وبالتالي الملف معقد جدا، لا تستطيع روسيا بمفردها أن تحل هذه المعضلة على الأراضي السورية حتى الآن. يرى البعض أن روسيا اقتنعت أخيرا بفشل النظام في تحقيق أهدافه في إدلب تحديدا، إلى أي مدى ترى أن الانتصارات التي حققتها المعارضة في إدلب هيئت الأرضية لحل الوضع السياسي هناك؟ يعني دعيني أقول أن هذه الهجمة الأخيرة التي بدأت منذ حوالي 70 يوم على مناطق ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وهي بالأساس كانت رسالة روسية موجهة إلى تركيا، إضافة إلى ذلك كانت تعتقد يعني روسيا بأنها خلال يعني مدة قصيرة وجيزة تستطيع أن يعني تسيطر على ريف حما بالكامل وتغير يعني المعادلة وتغير أيضا الواقع على الأرض، لكن الحقيقة تركيا أيضا يعني أرسلت رسالة أخرى إلى روسيا بمفادها أن روسيا لا تستطيع هي والميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام على يعني قلب الطاولة على تفاهمات سوتشي، على تفاهمات أزيتانا وغيرها، وهذا ما هدد به الرئيس أردوغان أثناء القمة الثلاثية في طهران عندما قال إذا ما تم اجتياح إدلب سيكون هناك يعني اجتياح او دعيني اقول سقوط لثلاث محافظات سوريه، وهو يعي ما يقول، هو يعلم انه اذا فتحت جبهه حلب ستسقط حلب، واذا فتحت جبهه الساحل ستسقط اللاذقيه، وايضا ستسقط مدينه حما، وبالتالي يعني الرئيس اردوغان يعي ما يقول، ولذلك انا اقول ان يعني الدعم التركي للجيش الحر والفصائل الثوريه المتواجده في المنطقه قلبت الطاولة على الرسالة الروسية، لكن لو أرادت الحقيقة تركيا أن تحصر روسيا بشكل نهائي، طبعا يعني هذا يعني اللعب على حافة الهاوية، إذا أرادت أن تحصرها يمكن فتح جبهات أخرى وتكون هنا خسائر روسية وخسائر ميليشيات النظام كبيرة جدا ويخسر العديد من المحافظات، وبالتالي يعني تركيا أرسلت رسالة فقط لتعلم الروس بأنهم لا يستطيعون اجتياح محافظة إدلب، وخاصة بعد 70 يوم من المعارك الضارية والجهد الجوي الكبير الذي قدمته روسيا إلى الفصائل أو الميليشيات الفاشلة في ريف إدلب وريف حما، بعد هذا الفشل الذريع أعتقد أن روسيا اقتنعت بأنه لا يمكن أن تتقدم في هذه المنطقة، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول سياسية، وننتظر القمة الثلاثية التي ستعقد في تركيا بعد أيام، وهناك أيضا قمة خماسية تضم إضافة إلى تركيا وروسيا وإيران تضم أيضا ألمانيا وفرنسا. أعتقد أن هناك إرهاصات لحل سياسي معين يمكن أن نعول عليه في يعني القادم من الايام. على صعيد اخر وبالتزامن مع زياره مرتقبه للمبعوث الاممي لدمشق لبحث اللجنه الدستوريه، الى اي مدى ترى ان المجتمع الدولي يريد عوده الامم المتحده الى سوريا بعد استحواذ روسيا على مفاتيح الحل خلال السنوات الماضيه؟ يعني دعيني اقول ان روسيا حتى الان هي ليست استحوذت على جميع مفاتيح الحل. هي محتله احتلال كامل الاركان لسوريا بيدها، يعني دعيني اقول قرار الحرب والسلم، هي سيطرت اقتصاديا، هي سيطرت عسكريا في سوريا، لا يمكن ان تطلق طلقه من قبل النظام السوري وميليشياته الا بضوء اخضر روسي، لكن مع كل ذلك مفاتيح الحل ليست في ايدي روسيا على الاطلاق.
مفاتيح الحل بايدي رقم واحد الولايات المتحده الامريكيه، اضافه الى تركيا اللاعب الاقليمي الاساسي، وروسيا هي جزء وايران هي جزء ايضا من هذه المعادله للحلول. ولذلك انا اقول انه لا يمكن، لكن دعيني اقول ان هناك تفاهمات روسيه تركيه على اللجنه الدستوريه، واعتقد ممكن ان يكون هناك حلول في يعني المتوسط من القادم من الايام. استاذ اديب، باعتبار ان امريكا بدات تسحب يدها من سوريا على الاقل عسكريا، كيف تقيم الموقف الالماني ازاء الطلب الامريكي لارسال قوات بريه المانيه الى سوريا؟ وهل ذلك يعكس الرغبه الاوروبيه لايجاد حل للازمه السوريه؟ يعني دعني اقول انا ان الولايات المتحده الامريكيه هي تحاول ان تسحب جزء من جنوبها، هي لن تنسحب من الملف السوري ولن تنسحب من سوريا. يعني متواجد العديد من القوات في قاعده التنف ايضا، اضافه الى ذلك في القواعد المتاخمه على يعني داخل الاراضي العراقيه موجود العديد من يعني الجنود والضباط الامريكان المتواجدين في المنطقه. هي لن تنسحب، ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه كانت تبغي من وراء طلب من المانيا هو توريط المانيا بريا في ضمن الاراضي السوريه لتنسحب جزء من القوات الامريكيه باتجاه اخر، يعني ان تتركها في مواجهه هي مع ما تبقى من داعش ومع المعادله المعقده الحقيقه الكرديه في هذه المنطقه، لان المانيا لها دور رئيسي في دعم الاكراد منذ ما قبل الثوره حتى السوريه. ولذلك انا اقول هذه الخطه الامريكيه الخبيثه كانت يعني تعول على ان يكون هناك عناصر وقوات بريه المانيه، رفضت المانيا اليوم الطلب الامريكي. الخبير السياسي العسكري اديب العليوي، شكرا جزيلا لكم، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.